كأس العالم للأندية مثل ما حدث بالتأكيد المرة الوحيدة التي خاض فيها خاطئة من عنوزي وهدف أول. اشتعمل يا عبد الله غير معقولة هذه الهدية. عبد الله العنزي هف وقاتل. اشتعمل يا عبد الله بهذه الكرة. وين هذا؟ وين لعبها عبد الله العنزي؟ لمين هذه الكرة؟ لماذا ترك مرماه؟ لماذا لعب الكرة بهذه الطريقة؟ النصر يقبل هدفا مبكرا لبونيوتكور. لم تكن تنتظر المدرجات. هذه اللقطة لا يفعلها حارس مرمى بصراحة. عبد الله عليك الملامة مليون.